عندي طنجرة وعندي صدرين ونص من الدجاج، يعني الفيليه دجاج. هلا عم حطهم بقلب الطنجرة، بدي زيد عليهم مي واسلقهم. هيدول بدي اعمل فيهم شوربة الدجاج، بدي اعمل رزبة دجاج. هلا رح زيد المي ودور الغاز. هلا رح انطرهم لحتى يطلعوا الزفرة، شيلها وبحط المطيبات وبتركهم لحتى يستووا. مثل ما شايفين طلعت الزفرة على الوجه، وهلأ عم شيلها. هلأ من بعد ما شلنا الزفرة رح نزل المواد العطرية، البصل والبهارات، الهيل والمسمار وفلفل أسود وورق غار وقرفة. رح نزلهم كلهم قلب الطنجرة، وهلأ رح غطيها واتركها لحتى تغلي على قلب المهلة وتستوي عند الدجاج. رح غطيها نص غطاي، لأنه إذا غطيتوها كتير رح تفور وتتليلكن الغاز. هلا رح طلع على الدجاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام استووا. هلا رح شيلهم حطهم بقلب جاط لحتى نعملهم قطع صغيرة. والشوربة هاي بدي أخذ منها للرز وللشوربة. صفيت المرقة مظبوط وقسمتها بين الرز والشوربة. هلأ بدي ساوي الشوربة. عندي هون كمشة رز، رز مصري، رح حطهم فوق منها. هيدي شعيرية رح كسرها فوق منهم، حبتين شعيرية. رح زيد عصير طماطم، رح زيد ورح شوف قديش القوام. أنا مدورة النار كمان تحتها. هلأ بس يستوي الرز والشعيرية، هلأ كمان رح زيد مي. بدنا مي كفاية، وإذا بدنا بعد منزيد. الرز استوى والشعيرية استويت، وزدت لها نتفة مي سخنة كمان. هلأ بدي زد لها هيدا الدجاج، كمية من الدجاج مناسبة يعني للكمية. ورح زد لها نتفة ملح، ورح زيد كمان بودرة الخضار، معلقة كبيرة، شوية حامض، واخر شي رح زيد البقدونس المجفف. فيكن انتو تحطوا بقدونس فريش، وهيك بتكون شربتنا خلصت. رح تغلي شوي صغيرة وبطفي عنها وخلص، لانه كل شي بقلبها صار مستوي. عندي هون كيلو فيليه دجاج مقصوص شرائح، بدي اعمله اسكالوب. وعندي هون اربع بيضات، وعندي هون بانير، يعني كعك مطحون. هلأ شو بدي أعمل؟ عندي هون أربع بيضات، أنا حاطة أربع بيضات لأنه البيض اللي عندي صغير. أنتوا فيكم تحطوا بيضتين أو ثلاثة. هلأ رح زيد فوق منه نتفة ملح صغيرة ونتفة ملح فوق البانير. نتفة ملح هون شوي بعد. رح زيد كمان فوق البيض نقطة خل مشان الزنخة، أبدا ما حتأثر، يعني معلقة خل أو معلقتين خل كبار. رح زيد كمان فلفل أسود شوي صغيري هون، وهون تقريبا شي معلقة صغيرة، مش طافحة، معلقة صغيرة خفيفة. وكمان البابريكا الحلوة كمان، يعني البهارات اللي بدي أحطها هون رح أحطها هون شوي صغيرة، هون رشة، وهون معلقة صغيرة كمان. ونفس الشي رح أحط بهار القرفة، يعني هيدي الخلطة من اختراعي، خلطة خفيفة نظيفة وكتير طيبة، جربوها. وهون كمان نتفة قرفة رح اخلطهم. هلا مزبوط رح اخلط البانير. اكيد البانير اذا ضل عندكم ما منرجعه ومنستعمله مرة تانية، دغري على الكب. وما بحط انا طحين، يعني امرار بحط امرار ما بحط، بس لقيت انه اذا ما بتحطوا طحين نفس الشيء نفس النتيجه بتعطينا. رح هلا اخفق البيض، وبهي الطريقه ابدا 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 ما بيطلع عنا ريحه زنخه. انا وعملت دجاجات بالبانير افتكرت حالي عم صور، طلعت ما عم صور، بقى سامحوني على هيدا الغلط. جهز ما بده غير قلي، وفيني كمان اشويه بالفرن.
هلا بدي روح لطبق الطنجرة على النار، حطيت معلقة سمنة ونتفة زيت. هلا بس ليدوبوا بدي نزل فوق منهم اللحمة المفرومة. فيكن تحطوا انتو كمان بصل، انا هالمرة ما حطيت بصل مفروم. فيكن تعملوها ببصل وفيكن تعملوها بلا بصل، هيدا عم نعمل هلا رز بالدجاج. هلا رح زيد اللحمة المفرومة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بس يتغير لونها بنزيد لها الملح والبهارات تاعولها. هلا رح زيد لها الملح تقريبا يعني شي معلقة صغيرة، لأنه بدنا نزيد هلا فوق الرز معلقة صغيرة ملح. ورح زيد كمان قرفة مطحونة، كمان شي معلقة صغيرة. ورح زيد كمان 7 بهارات، شوي معلقة صغيرة، وبهار فلفل كبابة كمان معلقة صغيرة. رح حريك. عندي رز بسمتي مغسول مش منقوع، يعني ما نقعته قبل، حطيتهم فوق هلا اللحمات وراح حركهم مزبوط لحتى يتجانسوا اللحمة مع الرز. هلا رح قليه تقريبا شي 2 3 دقائق وبرجع بزيد عليه مرقة الدجاج يلي عملتها قبل شوي. نقلبهم. هلا رح زيد لهم بقية الملح، رح حط لهم معلقة كبيرة ممسوحة وهيك خلص. إذا بدكم تحطوا مرقة ماجي فيكم، بس أنا حاطة مرقة الدجاج، ما بحاجة لمرقة ماجي أو مرقة الخضار. هلا رح زيد عليهم مرقة الدجاج اللي أنا عملتها قبل، وإذا عزت مي فوق منها للمرقة رح زيد لتنكيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مرقة الدجاج رح زيد فوق منها مي، رح زيد مي باردة لأنه كمان مرقة الدجاج بردت يعني ما بقى سخنة. هاي المي وهيك بكفي خلص بزيادة. شايفين لون المرقة كيف صار؟ بعقد والريحة بتعقد. هلأ رح انقلهم على الراس التاني الأكبر وانطرهم لحتى يغلوا، بغطيهم وبوطي النار عليهم على الآخر. وهلأ الرز عم يغلي، نقلته على العين الأكبر، رح غطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وطي النار على الواحد واتركه لحتى يتفلفل على قلم مهله. وهلأ بدي طلع الرزات، شايفين ما شاء الله تفلفلوا غير شكل ما شاء الله. شايفين روعة روعة روعة. هلا بدنا نسكبهم بصحن التقديم ونحط عليهم الدجاج. وهي الرز بدي احط عليه دجاج. رز بالدجاج صار جاهز. هلا رح احط له شوية ملح على الوجه هيك بزيادة، ورح احط له مكسرات كمان. بدي احط له كمان شوية قرفة، القرفة هو اللي كتير بيعطيهم طعم طيب. وهيك صار طبقنا، طبق الرز بالدجاج صار جاهز هيك تمام. وهي الفتوش نتفت سما على الوش، كمان نعناع يابس، شوية حامض. هلا رح حط زيت. هلا رح شيل لزوجي صحن. هلا رح زيد البندورة، هاي البندورة. وهيك سفرتنا المتواضعة، هيدا رز بالدجاج وهي الاسكالوب وهي الشوربة ومعجنات كمان والفتوش، والحمد لله على النعمة، واكيد البطاطا المقلية والمشروبات. وهيك كان افطارنا لليوم، بتمنى يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعة، والى اللقاء بفيديو جديد. باي باي.